تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة مختصة في السطو والسرقة على المنازل مكونة من 6 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و33 سنة. التغطية كانت لحمزة زروقي. تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في السطو على المنازل متكونة من 6 أشخاص بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 33 سنة وقاصرين الحاضرون من ولاية مستغانم. العملية تعود إلى ليلة 1/6/2020 في حدود الساعة 11 ليلا إثر ورود معلومة أمنية مفادها أن أشخاص قاموا بالسطو على مسكن بحي خروبة مستغانم. مباشرة واستغلال المعلومة تحركت الضبطية القضائية للإيقاع بالمشتبه فيهم حيث تم ضبط 3 أشخاص منهم متلبسين بالسرقة غير بعيدين عن المسكن محل السرقة وبحوزتهم بعض المسروقات. استكمال التحقيقات في القضية مكن من توقيف باقي أفراد العصابة وحجز باقي المسروقات.